تعدد الأمراض اللي ممكن يتصدى لها العلاج بالأشعة التداخلية عن طريق التوجيه بأساليب التصوير الطبي زي الأشعة السينية والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي بتنوع مستوى خطورة الأمراض اللي بتعالجها على حياة وصحة الإنسان وتجنيب حالات كتيرة خطيرة لا تتحمل التخدير الكلي أو مخاطر الجراحات التقليدية وأخطار العدوى وطول فترة النقاهة وطول فترة الشفاء والبقاء في المستشفى. كل دي أسباب جعلت من طب الأشعة التداخلية ثورة طبية وعلمية قادرة على إحداث تغيير كبير في مجال الطب في العصر الحديث نحو الأفضل. اهلا بكم، ده لقاء مهم جدا. الاشعه التداخليه يا جماعه انا شايفها يعني احنا اكسكلوسيف اللي طرحها العلمي على مستوى الوطن العربي، وهي منطقه علميه انا شايف انها لغايه دلوقتي رغم النجاحات العظيمه اللي بتعملها لسه الناس ما عندهاش الثقافه الكامله انها تفهمها. هي مرتبطه الاشعه التداخليه بثلاث كلمات مهمين جدا في عالم الطب احدثوا طفره رهيبه قوي. العلاجات اللي اسمها العلاجات التداخليه، احنا طبعا عارفين علاجات دوائية ده دواء، علاجات جراحية دي جراحة، المناظير برضو تعتبر جراحة، لكن طلعت اساليب علاجية حديثة جدا بتتعامل مع مشكلات طبية متنوعة زي الاورام زي الدوالي زي مشاكل البورصات وتضخمها واورامها زي الاورام اللي فيا اللي هي مشكلة 25% من سيدات العالم، زي حاجات كتيرة قوي هنتكلم فيها، معتمدة على فكرة هي انه عندنا شيء مهم جدا اسمه الأسطرة، والأسطرة بتنوعها وبالتكنولوجيا الجبارة اللي بدأت تتطور فيها الأسطرة، من أسطرة فيها شبه ريجيديتي يعني صلابة الى أسطرة فيها مرونة الى أسطرة فيها دقة في الديامتر بتاعها في القطر بتاعها الى وبعدين الأشعة نفسها اللي داخلة الأشعة التداخلية سواء تردد حراري او غيره هنفهم، والأجهزة المتطورة اللي بتتعامل مع الأنسجة زي الأورام ازاي بدأت بمثلا حالة دمار ادمر الورم وادمر حواليه كمية كبيرة من الأنسجة الى دمار اقل لغاية لما بقت سيلكتيف جدا وبقت موجهة للورم نفسه. التطورات الكبيرة دي لازم نفهمها النهاردة. الأشعة التداخلية هنشرحها في سلسلة طويلة، سلسلة النهاردة اول جزء فيها لانه السلسلة تشمل الفهرس، النهارده هنشوف اوفر فيو عام عن هذه القصه المهمه جدا، ثم سنتحدث بالتفصيل عن كل فرع من فروعها، لكن النهارده حلقه مهمه جدا لانها هترسم لكم وهتفهمكم ازاي الاشعه التداخليه بقى لها دور كبير جدا في العالم، ووزاره الصحه مشكوره الحقيقه النهارده بتعمل خطوات حثيثه نحو بناء وحدات متخصصه للاشعه التداخليه في كثير جدا من الجامعات وكثير جدا من المستشفيات الحكومية. ضيف اليوم قمة علمية كبيرة واسم كبير في عالم الأشعة التداخلية، واحد من الرواد هذا المجال اللي بيسعدني وجوده معنا لان احنا نستمتع بحوار علمي دقيق واسلوب شرحي رائع جدا من القمة العلمية الكبيرة ورائد القدير لهذا المجال الأستاذ دكتور أسامة حتة. العمليات التي تتميز بعدم وجود اي فتحات في الجلد، جراحات القرن 21، تزامن تطور الأشعة المذهل مع الحاجة إلى التدخلات المحدودة. الشرايين اللي بالغاز الورم الليفي بنقفلها بحبيبات دقيقة، نبتدي الورم نحرمه من تغذيته الدموية يضمر ويتلاشى دون جراحة. الأشعة التداخلية تعتبر فتح كبير وطفرة. الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية كلية طب عين شمس، سكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، عضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. ضيف العزيز الاستاذ دكتور اسامه حتة، استاذ اشعه تداخليه بكليه الطب جامعه عين شمس، نورتنا وهذا شرف كبير لينا هذه الزياره. اهلا وسهلا دكتور ايمن، ازي حضرتك؟ كيف ترى الاشعه التداخليه في ثقافه الناس؟ ده سؤال عامل قلبنا ندخل.
الحقيقه الاشعه التداخليه برضو من الفروع اللي تعتبر نسبيا حديثه، ولذلك معلومات العامه من المشاهدين ومن الجمهور بتعتبر لسه ما وصلتش لزي ما احنا عايزين او زي ما بنرجو، ولذلك هو ده دور لقاءاتنا. احنا بنحاول نزود وعي الناس نلقي الضوء على الاشعه التداخليه وايه هي، لان هو يعتبر طفره كبيره جدا وفرع حديث لسه ما خدش حقه وما وصلش للناس بصوره كافيه الحقيقه. عايز ابدا الاول بسؤال في اول الفهرس كده، ما هي الاشعه التداخليه؟ الاشعه التداخليه انا ده دايما يعني بقول ده حلم العلاج بدون جراحه، وفعلا كان حلم ان احنا نعالج الامراض دون جراحه، او بنطلق عليها تاني لو عايزين اسم مترادف العمليات غير الجراحيه. طب يبدو للناس ازاي عمليات وازاي من غير جراحه؟ عمليات بدون جرح في الجسم، بدون اي فتحات في الجسم. عمليات بدون اي فتحات في الجسم. الجراح الحقيقه لما بيجي يجري عمليه جراحيه بيفتح الجلد وبيفتح الجسم علشان يشوف الاعضاء وعشان يجري العمليه الجراحيه. احنا مع تطور الاشعه وظهور الاجهزه الحديثه من الموجات الصوتيه والاشعه المقطعيه والاشعه السينيه والقسطره وما الى ذلك، نقدر دكتور الاشعه التداخليه باستخدام الاجهزه يشوف المنظر اللي شايفه الجراح بالظبط وهو فاتح الجسم، ده الاساس. طيب احنا دلوقتي شايفين داخل الجسم بلا اي فتحات، طب ازاي هنجري العمليات وازاي هندخل داخل الجسم من غير فتحات؟ ده زي ما يمكن شايفين على الفيديو ده بنخش بادوات دقيقه جدا، سلوك وابر واساطر كلها بتتحد، او العامل المشترك الاعظم فيها انها قطرها دقيق جدا جدا حوالي مليمترات. الادوات دي والسلوك دي بتخترق الجسم تحت توجيه الاشعه والموجات الصوتيه والاشعه المقطعيه عشان نجري اجراءات وعلاجات لكتير جدا جدا من الامراض زي ما هنقول، والبعض منها خطير جدا دون فتحات جراحيه ودون اي فتحات من الجلد. ده باختصار يعني ايه الاشعه التداخليه. فكده ده عشان كده دايما بنطلق عليها ده كان حلم الناس وحلم العلماء ان احنا نعالج دون فتحات في الجلد كبديل للعمليات الجراحيه اللي منها عمليات جراحيه كبرى. المميزات الخاصه بالاشعه التداخليه والتطور اللي حصل في السنه دي بالذات او السنه اللي فاتت والسنه دي الحقيقه لو هنقول المميزات، يعني سؤال حضرتك منقسم الى شقين. المميزات طبعا المميزات الاشعه التداخليه ده زي ما قلت لحضرتك اجراء بيجرى في وقت قليل دون فتحات جراحيه، وبالتالي مفيش تخدير، بيجرى تحت بنج موضعي يكاد يكون 90% من اجراءات الاشعه التداخليه ببنج موضعي، او لو استخدمنا بنج كلي بيبقى بنج كلي خفيف والفتره قليله، وبالتالي احنا بنقلل مضاعفات التخدير على المريض، وخاصه لو مريض زي ما بنقول لحضرتك عارف هاي ريسك، مريض كبير في السن، مريض عنده ضغط قلب سكر وما الى ذلك، بنقلل خطر التخدير عليه. ده نمره واحد. نمره اثنين، طالما ما فيش فتحات جراحيه او ما فيش فتحات في الجلد، وبالتالي فتره ما بعد الاجراء بتبقى فتره على العيان مش زي الجراحه، لان في الجراحات احنا بنفتح طبعا الجلد والعضلات، فالتئام الانسجه دي اولا بيبقى مؤلم جدا ما بعد هذه الاجراءات والعمليات، وكمان بيبقى فيه الام بالنسبه للمريض، فده بيخفف كتير جدا جدا على المريض، وده بينعكس على فترات النقاهه. المريض عندنا في الاشعه التداخليه يعني بعد ما بنعمل له الاجراء بالاشعه التداخليه بيروح في نفس اليوم او ثاني يوم على الاكثر، وفي خلال عده ايام بسيطه جدا يقدر يزاول عمله ويرجع لحياته الطبيعيه. الحاجه الثانيه طبعا كمان الناحيه التجميليه، حد بتعمل عمليات واجراءات دون اي فتحات من الجلد، دي يمكن بتهم كمان كتير من الستات ان ما يبقاش في اي فتحات في الجلد. النقطه كمان اللي انا عايز اشير اليها ان اعاده التدخل مره اخرى بتبقى بسيطه وما فيهاش مشكله.
احنا لو تخيلنا ان احنا هنعمل عمليه جراحيه وهنعيد اجراها مره تاني بيبقى فيها مشكله وفيها صعوبه ان احنا نجري عمليه جراحيه مرتين، لكن الاجراءات بتاعتنا اجراءات بسيطه ويمكن اعادتها والتدخل مره اخرى بسهوله. من ناحيه التطور الاشعه التدخليه زي ما بنقول حضرتك ده علم، يمكن الاشعه عموما والاشعه التدخليه علم دايناميك او ديناميكي، كل يوم احنا عندنا جديد وكل يوم بيضاف للليستة عندنا تطبيق جديد للأشعة التدخلية وأدوات جديدة للأشعة التدخلية بتزود فعالية العلاج وتزود الأبليكيشن أو الاستخدامات. يعني إحنا في العشر سنين الأخيرة يمكن حاجة تقدر تضاف 10 استخدامات الأشعة التدخلية. إيه بقى الفهرس بتاعنا؟ إيه الاستخدامات؟ الأشعة التدخلية بنقدر نستخدمها وبنعالج فيها كتير جدا 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 من الأمراض في كل أجزاء الجسم. لو هنتكلم بصفة عامة، يعني احنا لو شايفين على الشاشة دي كل أجهزة الجسم الأشعة التداخلية لها دور في علاج أمراض كتيرة جدا في هذه الأجهزة. هنتكلم على واحدة واحدة. لو بدأنا بصورة مبسطة، الأشعة التداخلية بتقدر تخلينا مع تطور الأجهزة وتطور الأدوات ناخد عينات من كل اجزاء الجسم ابتداء من راس البني ادم لحد رجليه بما فيها الغدد الليمفاويه صغيره الحجم، الاورام، الرئه، اورام الكبد، اي جزء من اجزاء الجسم نقدر ناخد منه عينه. الثدي وده عضو مهم جدا جدا كان لازم علشان نعمل تشخيص دقيق. الجراح كان بيفتح ويستأصل جزء من الورم والفروزن سيكشن او التحليل السريع في العمليه عشان نعرف الورم ده نوعه ايه. احنا من غير ما نفتح دلوقتي الاشعه التداخليه بتقدر تاخد عينات وبدقه من كل اجزاء الجسم، وبناخد نسيج ونسيج كفايه مع تطور الادوات. حاجه تاني بسيطه جدا، لو في تجمع او خراج في اي جزء من اجزاء الجسم كبديل للعمليه، احنا دلوقتي بنركب اساطر او زي ما بيقولوا عليها الجراحين برامج بتخش تحت الموجات الصوتيه او الاشعه لداخل التجمع او داخل الخراج، وبنقدر نفضي هذا الخراج بالبرنقه دي دون الحاجه لاي فتحات او اي جراحات. ده على سبيل المثال لو احنا هنتكلم بصفه عامه لكل العينات والبذل من كل اجزاء الجسم. طب لو هنبتدي نمسك اعضاء الجسم من ابتداء من فوق لتحت، اشهر طبعا حاجه عندنا في مصر او تكاد تكون المشكله القوميه امراض الكبد او اورام الكبد. الاشعه التداخليه الحقيقه عملت ثوره وطفره في علاج اورام الكبد، ويمكن دي هنتكلم عليها بالتفصيل لان دي محتاجه حلقه خاصه. خلينا ناخد كل واحده من دول كده عليهم بعد كده بالتفصيل. بالظبط فاهم. اورام الكبد ده كان مريض علاجه صعب جدا او يكاد يكون ميؤوس من علاجه قبل ظهور الاشعه التداخليه. احنا باستخدام التردد الحراري اللي زي ما احنا شايفين الورم كده، التردد الحراري ده عباره عن ابره بتخش للورم تعمل له عمليه كي دون اجراء اي فتحات في الجسم. ممكن كمان ده التردد الحراري اللي احنا بنشوفه او بيخش بيقترح الابره تقترح الجلد دون الحاجه للفتحات الجراحيه. طيب نوع اخر من اورام الكبد، او لو كان ورم الكبد كبير او متعدد ممكن نعمل حاجه تاني اسمها الاسطره. الاسطره العلاجيه لحقن اورام الكبد ده بالنسبه للكبد. طيب الطحال، الطحال المتضخم والشرس في امراض الكبد احنا بنعالجه بالاشعه التداخليه عن طريق الاسطره والغلق الجزئي لشريان الطحال. القنوات المراريه وانسداد القنوات المراريه هينتقل للقنوات المراريه. بس اورام الكبد حتى لو كان حجمها كبير ولا ليها حدود؟ الحقيقه كل حجم وكل نوع من اورام الكبد ليه طريقه في التعامل هنتكلم عنها بالتفصيل الممل، لان دي زي ما قلت لحضرتك دي مشكله مصر
القومية ان احنا عندنا نسبة كبيرة جدا، وان كان دلوقتي الحمد لله بعد ظهور علاج الفيروس سي ابتدت النسبة تقل، بس احنا عندنا المرضى اللي هم كانوا بيعانوا من زمان الارث لسه اثار التليف والاورام موجودة، فدي هم اللي احنا بنعالجهم دلوقتي لحد ان شاء الله احنا متوقعين في الخمس سنين اللي جايين تبتدي النسبة تقل جدا جدا. دي اللي شايفينها حضرتك دي الاسطرة، بنخش بالاسطرة من ناحية المواد داخل الاورام لو كانت متعددة او كبيرة علشان نقضي على الاورام بالكامل برضو دون اي فتحات جراحية من خلال شريان الفخذ. القنوات المرارية مشكلة المشاكل بالظبط، القنوات المرية زي ما حضرتك والمشاهدين عارفين، مريض القنوات المرية او يعني بالتحديد مريض اورام القنوات المرية ده مريض يعاني من انسداد في القنوات المرية، سكة الصفرة ما بتبقاش ماشية مظبوط، الصفرة ما بتنزلش تاخد مسارها الطبيعي وبالتالي ترتد على الدم، والانسداد ده احنا بنقدر نعالجه بالاشعة التداخلية ان احنا نركب دعامات او اساطر زي ما حضراتكم شايفين من خلال الجلد من غير فتحات تحت الاشعة، وبالتالي الصفرة ترجع لمجراها الطبيعي، لان المريض انسداد الصفرة نتيجة اورام القنوات المرارية او اورام البنكرياس او اورام الاثنى عشر اللي بيهدد حياته والطوارئ على حياته ليس الورم في حد ذاته، ولكن الانسداد اللي بيسببه الورم اللي بيرفع نسبة الصفرة اللي هي ممكن تأثر بعد كده على الكلى وتأثر على المخ وتعمل مضاعفات، ودي بيبقى عندنا الحقيقة مريض أورام القنوات المرية بيبقى حالة طوارئ ومتألم جدا، متألم، والصفرة احنا بنسابق الزمن علشان كل ارتفاع يوم بعد يوم ده زي ما حكيت انسداد ميكانيكي، يعني زي ما تكون حضرتك فاتح الحنفية والحوض المسدود فبتدي بيزيد، فلازم يحصل تصريف. كان الوسيلة الوحيدة كان في عملية الجراحين بيعملوها وصلة بيعمل توصيل للامعاء على القناة المرية عشان الصفرة تاخد سكة تانية وتتصرف، احنا دلوقتي بنركب الدعامات من خلال الجلد. الكلى، الكلى عضو مهم جدا برضو، احنا بنفس المنطق دي رابع حاجة على فكرة في الاستخدامات لغاية دلوقتي. الكلى، الكبد والطحال والقناة المرارية، الكلى رابع. الكلى ممكن برضو لو مريض عنده حصوات او انسداد في الحالب، البول بيحصل انسداد لمرور البول في مجراه الطبيعي، وبالتالي ترتفع وظائف الكلى نتيجة الانسداد في مرور البول، وبالتالي دي برضو بتبقى من الحالات الطارئة اللي لازم نركب لها قسطرة لبذل البول على الخارج لحد ما نعمل إجراء أو عملية أو ما إلى ذلك، وساعات بنركب كمان دعامة للحالب داخلية من غير أي قساطر بره علشان البول يمشي في مساره الطبيعي ونحافظ على وظائف الكبد برضو، كل ده باستخدام الأشعة والموجات الصوتية دون الحاجة إلى جراحة. لو هنتنقل للجزء الثاني، الأورام اللي فيها ننزل تحت، ودي مشكلة كبيرة جدا، 25% من سيدات العالم عندهم بالظبط مشكلة، تلاقي الست بتشتكي من مجهودها قليل، أنيميا مستمرة، مفيش تركيز، لأن في الدورة يا إما عدد الأيام زيادة يا إما كمية الدم كده، وبالتالي يبقى في فقد دم، ده نتيجة الأورام اللي فيا. كان الحل الوحيد للأورام اللي فيا دي الاستئصال، دلوقتي احنا بالأشعة التداخلية زي ما احنا شايفين نخش بالقسطرة من شريان الفخذ نعدي نوصل لشريان الرحم نوصل للشرايين اللي بتغذي الورم الليفي اهو زي ما احنا داخلين بالقسطرة الجزء الأبيض ده، ونحقن الحبيبات البيض الصغيرة دي عشان نقفل الشرايين الدقيقة جدا اللي بتغذي الورم. طبعا اي جزء من الجسم بنمنع عنه التغذية الدموية يبتدي يدمر ويتلاشى، فيحصل دمور تلقائي للورم كأننا استأصلناه دون اتحاد جراحية، وخاصة
ده للسيدات اللي عايزة تحتفظ بالرحم او لسه ما انجبتش. ده عمل ثورة كبيرة جدا جدا، وده اصبح علاج في الجايد لاينز وفي الخطوط الاسترشادية ومعترف به في كل العالم. واحد من الحاجات اللي شهرت كمان الاشعة التدخلية بشكل كبير طبعا، لان هو بيخدم شعاع عريض جدا 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 يعني. طب ننتقل للرجال البروستاتا. لو هنتكلم على البروستاتا بنفس المنطق، البروستاتا دي غدة صغيرة اسفل المثانة بتحيط بقناة مجرى البول. مع تقدم السن البروستاتا بتتضخم، غدة البروستاتا بتتضخم، وبالتالي لما بتتضخم زي ما احنا شايفين البروستاتا الغدة اللي لونها اصفر لما بتكبر بتضغط على الخط اللي في النص لقناة مجرى البول، وبالتالي البول بيعدي بصعوبة ويحصل تغير لعادات التبول عند الرجال. يبتدي المريض يشتكي ان هو ما بيفضيش كويس، تغير البول ضعيف، يخش الحمام كتير جدا وخاصة بالليل، او المريض بلغته يقول البول بيسبقني انا مش قادر اتحكم. ده المرور الطبيعي اللي هو لما البروستاتا بتتضخم بتضغط على مجرى البول. العلاج الكلاسيكي والتقليدي اما الادوية او على الناحية التانية العمليات الجراحية او المناظير الجراحية. الجراحين بالمناظير بيشيلوا البروستاتا وجزء من قناة مجرى البول عشان نوسع السكر. احنا الحقيقة فلسفة علاج البروستاتا او تضخم البروستاتا بالاشعة التداخلية، احنا البروستاتا في حد ذاتها مش مسبب لنا مشكلة، بالعكس احنا قبل ما نعمل هذا الاجراء بنتأكد ان دي ما هياش اورام خبيثة وان هي حميدة بدرجة 100%. احنا الحميد من دينا الضغط على قناة مجرى البول، وبالتالي لو عندنا اجراء هيخلي هذه البروستاتا تنكمش وتدي سكة لقناة مجرى البول ان البول يعدي طبيعي دون جراحة بديل، وده اللي حصل وتطور جدا هذا التكنيك في اخر 5-6 سنين بقى خلاص استبلشت وبقى موجود في كل العالم. بنخش بالقسطرة من شريان الفخذ برضو، اللي هو شريان الفخذ ده البوابة زي ما دايما بنقول، ده البوابة الرئيسية لدخول كل شرايين الجسم. ده باب البيت، نخش باب البيت اللي هو الفخذ الايمن ونخش نغلق الشرايين اللي احنا عايزين نوجه القسطرة. القسطرة دي انبوبة قطرها حوالي 2-3 مللي بنج موضعي، المريض بعد ما بيعملها بيبقاش عارف هو فين زي الحقنة. نخش بنوجه القسطرة تحت جهاز القسطرة اللي هو جهاز اشعة متقدم جدا لشرايين الحوض وصولا الى شريان القسطرة، ونخش الحقيقة بقساطر متناهية الصغر. احنا نخش بقسطرة عشان نوصل لشرايين البروستاتا الدقيقة قطرها يصل الى حوالي 2 مللي. ساعدنا كمان الحقيقة على كده الاجهزة القسطرة المتطورة والحديثة، اللي هي في اجهزة القسطرة الحديثة عليها اشعة مقطعية متركبة على القسطرة. بمعنى يعني حضرتك تخش شريان البروستاتا، اللي هو شريان البروستاتا بيتميز ان هو الصفه التشريحيه ليه غير ثابته، يعني هو بيطلع من كذا مكان. فاحنا علشان نتاكد ان احنا في شريان البروستاتا بالظبط وما نحقنش في اي حاجه تاني بعد ما نبقى في الشريان وجوه وقبل الحقن، بنصور اشعه مقطعيه والمريض نايم، نتاكد بدرجه 100% ان القسطره في شريان البروستاتا. تبتدي نحقن حبيبات برضو دقيقه، نقفل الشرايين، تبتدي البروستاتا تنكمش، تبتدي البول يعدي في مجرى البول وياخد مساره الطبيعي. ودي عملت طفره برضو كبيره جدا جدا تضاف الى الاورام اللي فيا، لان زي ما حضرتك برضو المشاهدين عارفين تضخم البروستاتا ده ايجنج بروسس، يعني عند كتير جدا من الناس عامله زي الشعر الابيض كده، يعني مع مرور السن بيحصل في كتير جدا من الرجال. بيشرفني وجودك دائما معي الرائد القدير لهذا المجال والاسم الكبير استاذنا الاستاذ دكتور اسامه حته، استاذ الاشعه التداخليه بكليه الطب جامعه عين شمس، وسكرتير عام الجمعيه المصريه للاشعه التداخليه، عضو الجمعيه الاوروبيه للاشعه التداخليه والجمعيه الامريكيه، وعضو اللجنه العلميه للجمعيه العربيه للاشعه التداخليه الاسم الكبير. كان ضيفا في واحده من اهم حلقاتنا واكثرها تنوعا. انا قعدت مستمتع جدا بالانتقالات بتاعت الاشعه التداخليه، هي ده الانوفيشن الجديد في العالم، ده الغزو الجديد في الطب والامال المتعلقه بما يسمى التدخل المحدود. كل العالم دلوقتي بيتمنى هذا التدخل المحدود، لكن تبقى اسئله كثيره متعلقه بالاشعه التداخليه، من ضمنها مثلا ما هي مؤهلات من يقود
انا متخصص في الاشعه التداخليه، هل هي مجرد اجهزه حديثه غاليه الثمن من يملك المال يستطيع ان يشتريها فيبقى يعني زي ما بيقولوا براندنج، ولا صحيح؟ لا مهمه جدا جدا. في اللقاء القادم في بدايته هيكون هذا السؤال الهام جدا. لكن طبعا تحيه خاصه كمان لكليه الطب جامعه عين شمس بمجهودهم الكبير في هذا المجال، لانهم يعتبروا لهم الحمد لله تفرد كبير في هذا المجال. نورتنا يا فندم، ربنا يخليك. شكرا لك يا دكتور ايمن على الناس الحلوه. تكيسر المبايض هو اكثر الامراض شيوعا عند الستات في مختلف الاعمار. المبيض المتكيس في الصوره انا واضح جدا. مال طرف المبيض حوصلات من 2 ل 9 مللي حوالي 20 في كل مبيض. لما يبقى الدوره دي مش منتظمه ما اقولش ده تكيس مبايض. لا لازم بقى ادور هي اذا ده حصل لازم بقى اعمل تحليل هرمونات واعمل سونار. القطط بريئه من اي حاجه؟ طبعا. القطط بريئه من كل حاجه. السوري معبره جدا يا جماعه. حاسه التحاسه. حاسه التحاسه. في التاسع اهو. عندها قطه في البيت.